سيادة النائب، يعني دعنا نتحدث عن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان انتخابات الرئاسة، والتي أشار فيها إلى مجموعة من النقاط الهامة، ربما على رأسها أن الشعب المصري هو الأساس في تقدم ورقي هذه الدولة، وأنه بجهود الشعب بالتعاون بالطبع مع القيادة السياسية تخطو مصر خطوات كبيرة إلى الأمام. يعني المرحلة المقبلة كيف تقرأها، التكاتف والتلاحم بين القيادة السياسية وما بين جموع الشعب المصري؟ يعني في البداية أستاذة دينا، دعيني يعني أقدم خالص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية جديدة ورئاسة مصر في ولاية جديدة، واختيار الشعب المصري أغلبية تصل إلى حوالي تقترب من 90% من أصوات الناخبين اللي صوتوا في الانتخابات اختاروا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذة دينا، يعني الشعب المصري دائما ما يثبت أنه على وعي ودراية بكل المخاطر اللي تحوط به، ابتداء من 2013 لما الشعب المصري واجه جماعة الإخوان المحظورة اللي حاولت تختطف في الدولة المصرية وتغير من الهوية المصرية، وكانت يعني تسعى إلى حدوث انقسام ما بين الشعب المصري. استدعى الشعب المصري حين ذاك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان وزيرا للدفاع، وانحاز السيد الرئيس والقوات المسلحة للشعب المصري، وكانت ثورة 30 يونيو اللي استرد فيها الشعب المصري دولته مرة أخرى. الشعب المصري، كلمة السيد الرئيس أشارت إلى دائما ما يقف الشعب المصري بجانب دولته، دائما ما يتحمل ابتداء من مواجهة جماعة الإخوان، استمرارا بتحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقوفه خلف الدولة المصرية ودعمها. يعني أنا أرى أن اختيار الشعب المصري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هم اختاروا الاستقرار، اختاروا الأمان، اختاروا القوة، اختاروا الرئيس السيسي عشان يستكمل المشروعات التنموية، الإنجازات، الملفات الكثيرة يعني اللي بدأ فيها خلال الفترة السابقة. يعني اختاروا الحفاظ على الأمن القومي المصري، لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا كلنا شايفين الأخطار اللي بتواجه الدولة المصرية من الجنوب في السودان، من غربا في ليبيا، من الشمال الشرقي في فلسطين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يقف للحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى الحدود المصرية، طبعا بدعم كبير من الشعب المصري، من القوات المسلحة والشرطة المصرية. فده يعني موقف يحسب للسيد الرئيس، مواقف تاريخية ابتداء من مواجهة الإخوان المسلمين للمحافظة على الأمن القومي المصري وحدود مصر. ده كله كان من أسباب اختيار السيد الرئيس. الشعب المصري يأمل يعني في ولاية جديدة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله يكون فيها أبواب خير، ونواجه يعني نعدي كل الصعاب اللي بنواجهها شأننا شأن أي دولة على مستوى العالم. أنا عايز أتحدث إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الله في عونه، يعني يعني هناك العديد من التحديات خلال الفترة القادمة، هناك تحديات أمنية تتمثل كما ذكرنا في الحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى الحدود وهذا المصرية. أحد التحديات الذي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، بالإضافة إلى تحديات أخرى منها ما هو اقتصادي. يعني سيادة النائب، بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها واستكمالها كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن يتم وفقا لرؤية مشتركة ما بين الدولة وأيضا ما بين جموع المصريين، لكن يعني دوركم في المرحلة المقبلة باعتباركم نواب في مجلس النواب، وأيضا باعتبار سيادتك وكيل لجنة الخطة والموازنة، في ربما دعم هذه الدولة ووضع كل الخطط والأطروحات والاقتراحات التي تتعلق بمسيرة مصر نحو الجمهورية الجديدة. يعني تأتي على رأس الأولويات كما تحدثنا وكما تحدث السيد الرئيس وكما يشعر الشعب المصري جميعا، هو التحديات الأمنية والحفاظ على الأمن القومي المصري. وده يعني شفناه كلنا عندما يعني تحدث السيد الرئيس عن الشعب المصري في لقاءاته، مجلس النواب، الشعب المصري خرج في ربوع محافظات مصر وأيد وجهة السيد الرئيس. أيضا التحديات الاقتصادية كما ذكرت، هناك يعني أوضاع اقتصادية صعبة على مستوى العالم نتيجة الأوضاع الإقليمية ونتيجة الأوضاع الدولية، الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع معدلات التضخم، يعني ده أثر بشكل كبير، خلى في صعوبات اقتصادية ومالية على مستوى العالم كله ومنها مصر بالتأكيد. الوضع الاقتصادي تحدي كبير، يعني العمل على إصدار تشريعات جديدة أو تفعيل التشريعات السابقة والقرارات السابقة فيما يتعلق بجذب الاستثمار، جذب الاستثمار
سيؤدي إلى زيادة فرص العمل، سيؤدي إلى زيادة التنمية. التوطين الصناعي وملف التوطين الصناعي، وكنا بالفعل قد بدأنا في مجلس النواب بإصدار تشريعات كثيرة تساعد على ذلك. الحكومة المصرية اتخذت العديد من القرارات التي تسهل يعني وتؤدي إلى توطين الصناعة، لأن ده بالتأكيد هيقلل الفجوة ما بين الاستيراد وما بين التصدير، وحل مشكلة الفجوة الدولارية، وزيادة فرص عمل، زيادة المستهلك من الانتاج المحلي، وزيادة عمليات التصدير. كل ذلك يعني يؤثر بشكل مباشر وشكل غير مباشر على معدلات التنمية وعلى معدلات النمو الاقتصادي وعلى معدلات البطالة. هناك العديد من القوانين يعني التي يعني منتظرة الشعب المصري، قانون الإيجارات القديمة، قانون المحليات، قرار البناء الموحد. يعني هناك الكثير من الملفات والتحديات التي تواجه السيد الرئيس في الفترة أو الولاية المقبلة، تحقيق التوازن ما بين استمرار المشروعات القومية والمشروعات الاستراتيجية التي بدأنا فيها بالفعل منذ سنوات، مبادرة حياة كريمة. كل هذه المشروعات تحتاج إلى تمويل ضخم ولإنفاق ضخم، يعني تحدي كبير أن تستمر العمل في هذه المشروعات للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، تشغيل الشباب، وما بين يعني الصعاب الاقتصادية والمالية التي تواجهها دول العالم كلها. وبالطبع مصر بتتأثر بشكل مباشر وشكل غير مباشر بالأوضاع الاقتصادية العالمية. الأوضاع الاقتصادية أدت إلى ارتفاع معدلات الفايدة، فبالتالي بيأثر بشكل مباشر على حجم الديون دون أن يتم حتى اقتراض جديد، ارتفاع تكلفة الطاقة، تكلفة سلاسل الشحن، تكلفة المواد الغذائية، واحنا بنستورد يعني كميات كبيرة من المواد الغذائية. كل دي تحديات. طبعا يعني مشكلة غلاء الأسعار دي بتحتاج يعني تضافر ما بين الحكومة والمجلس النواب والمجتمع وتوجيهات السيد الرئيس يعني للقضاء على هذه المشكلة التي واجهت الشعب المصري خلال الفترة السابقة. يعني كثير من الملفات سواء كان ملفات أمنية أو ملفات اقتصادية أو ملفات اجتماعية، الاستمرار في المبادرات الصحية، كلنا لمسنا مجهود الدولة المصرية في الفترة السابقة، المبادرات الصحية، مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة فيروس تي، يعني إنشاء العديد والكثير من المستشفيات، لكن هناك يعني عجز في العناصر البشرية في وزارة الصحة، في وزارة التربية والتعليم. الدولة المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس والحكومة المصرية بدأت خلال السنوات السابقة في ملف التعيينات 30,000 معلم، الأطباء، بتحاول أن تتغلب على هذه المشكلة. نعم. لأنها أحد المشاكل الأساسية اللي بيواجهها الحكومة والدولة المصرية في الملفات المختلفة. هناك البناء كثير من الفصول ومن المدارس لتقليل الفجوة في عدد الفصول لاستيعاب الطلاب، وإحنا كلنا شايفين المدارس اللي بتم إنشائها في حياة كريمة في كل ربوع وقرى مصر. المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية في إنشاء يعني عايزين نقول آلاف الفصول وعدد كبير جدا من المدارس، ملفات كثيرة، تحديات كثيرة، لكن الشعب المصري مقدر تماما لدور وحنكة وحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته للأزمات وإدارته للأمور. وعشان كده الشعب المصري تمسك باختيار السيد الرئيس بنسبة كبيرة جدا لولاية جديدة وانتخبوا لولاية جديدة. أنا بشكر الشعب المصري كله يا أستاذة دينا على خروجه بكثافة، يعني ما كنا نشاهده على الأرض في دوائرنا، أنا كنت موجود في محافظة سوهاج، ما نشاهده من خروج الشعب المصري بكثافة كبيرة جدا، وما خرجت عنه أسفرت عنه نتيجة الانتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ده دليل على وعي وحكمة الشعب المصري. الشعب المصري يرى أن الانتخابات الرئاسية هي حق دستوري أصيل له، يرى أن هذا دور وطني عليه في اختيار رئيسه لفترة قادمة، رسالة للعالم كله أن الشعب المصري يتمسك بدولته ويقف خلف دولته ويدعم دولته. نعم. لمواجهة أي أقطار، ويدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويختاره لاستكمال ملف الإنجازات وللحفاظ على مقدرات الوطن ومقدرات الشعب المصري والدولة المصرية. الرئيس أيضا خلال كلماته سيادة النائب أشار لنقطة هامة، يعني تحدث عن التحديات كما سردتها بالتفصيل،
التفاصيل خاصة ما يتعلق منها بالشق الاقتصادي، لكنه تحدث أيضا عن فكرة استكمال الحوار الوطني الذي شكل حالة من الحراك على جميع المستويات داخل المجتمع المصري بمشاركة عدد كبير من الجهات فيه، سواء كانت أحزاب أو جهات مجتمع مدني أو مثقفين وإعلاميين وغيرها. يعني الحوار الوطني وضرورة استكماله، وكيف سيعمل أيضا على المساعدة في طرح عدد كبير من الأفكار خلال الفترة الرئاسية القادمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني احنا كلنا شاهدنا يعني على مدار عام كامل جلسات الحوار الوطني، انا كنت مشارك بشكل مباشر في عدد من الجلسات في المحور الاقتصادي، جلسات مهمة جدا. يعني شاهدنا ولمسنا ان جميع القوى السياسية من احزاب ومن كيانات ومن مجتمع مدني ومن شباب، كل طوائف وفئات الشعب المصري كانت موجودة على ترابيزة واحدة في الحوار الوطني، الجميع يدلي برأيه بكل حرية وبكل ثقة يعني دراسة المشكلات ووضع حلول ورؤى لها. يعني لا يقف الأمر عند التحدث عن وجود مشكلات، ولكن لابد أن يكون هناك رؤى، هناك حلول مستقبلية لهذه المشكلات. وهذا ما حدث بالفعل، وتم رفع العديد من الموضوعات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفورا تم اتخاذ قرارات خاصة بها سواء على المحور الاجتماعي أو المحور الاقتصادي أو المحور السياسي. دور الحوار الوطني كان مهم جدا، وكان من أهم القرارات التي تم اتخاذها يعني في الفترة السابقة، ونأمل في استمرار الحوار. والسيد الرئيس داعم بشكل كامل للحوار الوطني، وده يعني بيعبر عنه في استجابته بشكل مباشر وسريع للتوصيات التي يتم رفعها لسيادته عن طريق أمناء الحوار الوطني، ويتم اتخاذ قرارات بشأنها. أعتقد أن الحوار الوطني سيستمر وسيكون يعني جزء مهم وعامل مهم في وضع رؤى مستقبلية لجميع المشاكل الموجودة في الدولة المصرية، وسيساهم في حل هذه المشاكل. أنا عايز أوجه يا أستاذة دينا يعني رسالة شكر كما وجهت للشعب المصري للأجهزة المصرية. يعني ما لمسناه خلال الانتخابات وما قبل الانتخابات، جميع أجهزة ومؤسسات الدولة سواء كانت أجهزة أمنية سواء كان قضاء، قوات مسلحة، شرطة، كانت تقف على الحياد نحو جميع المرشحين الأربعة: السيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري، الدكتور عبد السند إمام رئيس حزب الوفد، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت أجهزة الدولة ومؤسساتها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع، على الأجهزة الإعلامية أيضا، الشركة المتحدة بقنواتها بمؤسساتها الصحفية بقلافه، كانت يعني تغطية حيادية تامة. لأول مرة نرى أن هناك تغطية لجميع يعني مؤتمرات وبرامج جميع المرشحين في كل ربع مصر في قرى مصر، فده كان حياد تام، يعني نجاح تام للدولة المصرية، سواء يعني من خروج ومشاركة الشعب المصري، من حياد مؤسساتها، من الرؤى والبرامج المختلفة التي تم طرحها من قبل المرشحين. يعني ده كان مشهد جميل ورسالة للعالم كله، ده انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على يعني رأي كل وسائل الإعلام العالمية في الانتخابات الرئاسية المصرية. كانت نموذج للانتخابات يعني من قبل الناخب أو المرشحين أو مؤسسات الدولة. نعم، احنا وجدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحيه للمرشحين المنافسين في هذه الانتخابات التي بالفعل ظهرت بصوره مشرفه وعكست دور هام للشعب المصري وزياده في وعيه باهميه المشاركه في مثل هذا الاستحقاق الدستوري. اشكرك شكرا جزيلا النائب مصطفى سالم وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب.